هذه انا كنت رايح ارمس مع الشباب. نعم. فدشيت عندهم سلمت، ما حد رد. الكل من شغل في هاتفه في جواله، هذا الواقع اللي قاعد يصير اللي الحين هي بعد. لعبه الببجي ما اعرف اسمها. يا سبحان الله. فعاد انا حتى استاذنت عنهم وروحت ما حد عندهم خبر، كلهم مشغولين. لا حول الله. فعلى طبيعتي لازم في كل موقف نعم تكتب. اكتب. جميل. فقلت البارحه مريت على الربع برمس وشفت الوضع ما الاولي يا جماعه. يلا. الكل في الجوال لاهي ويهمس، يلا تقدم روح نبغى اندفاعه. البارحة مريت على الربع برمس وشفت الوضع ما الأولي يا جماعة. الكل في الجوال لاهي ويهمس، يلا تقدم روح نبغى اندفاعه. قاتل وسط البيت أبغيك تغرس، بعض القنابل للعدو في ربع ساعة، طالع يمين شمال في الليل لغلس، هم يختبوا معال فيهم شجاعة. الببجي هذه علومها ليت تطمس ونفتك منها للأبد يا جماعة. نعم صدق. وتعود رمستنا بمشاعر مع الحس، وعذ بالكلام نقابله باستماع، صغت القوافي بس من حرقة النفس، ود الرفاقة تعود دون انقطاعة، وتعود رمستنا مثل ما كان بالأمس، أحلى الليالي دون ببجي وضياعة. يا سلام عليك.